حري بالمؤمن أن يعلم شيئا عن بعض مشاهد الآخرة. تدنو الشمس من الخلائق حتى يلجمهم العرق مقدار ميل، وهنا يكون الناس أحوج ما يكونون إلى الظل، والظل على ضربين: ظل جاء في حديث السبعة، سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا بالله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هؤلاء تحت ظل عرش الرحمن، لكن هناك ظلا آخر لا يقل حالا عن الأول. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن تحت ظل صدقته يوم القيامة إلى أن يفرغ من الخلق. المؤمن تحت ظل صدقته يوم القيامة حتى يفرغ من الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله جل وعلا تحت ظله. أنظر معسرا، أنت قد تكون صاحب بنيان ولديك من المستأجرين قد تزاحمت عليهم الكرب وضاقت عليهم الدنيا وقل المال في يدهم، فيأتيك أحدهم فيعتذر إليك: أنني إن خرجت من البناء من البنيان فإنني أنا وأهل بيتي في الشارع سنبيت، ولا حل لنا إلا أن نبقى في البيت. فهو يسألك أن تنظره، أن تؤخر مطلبك وحقك عليه. فإن أنظرته أو عفوت عنه وهو الإبراء، أو وضعت بعضه أو أجلته، قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله عز وجل تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. فحديث السبعة ليس المقصود منه الحصر، ليس المقصود من حديث السبعة الحصر، فالإنسان كلما أنفق كلما أعطى كان ذلك خيره عائدا إليه برحمة ربه جل وعلا يوم العرض الأكبر.